الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا الصفة مثل قرة العالمة أريش العبد لتذا فينس الصفة اللمان مرسقان يعذينا ادفو لمان والصفة الدير مرة أكثر قرحة ريسع العبد الديريسة الصفة الخيانة مرسقان فلان ذي الخيم إلى قدنا عقلك سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى ما يشجع على الأنبياء الرسل دي خار ذي العيلة ديسة يقرد قويس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يختار اثنين الصفة أكو إسعان ثنزورة في دهدر الصفة اللمان يفكتني مرة إذوي ذاك إسعان لمان من كل يوم ديسن ما ذي لشكاس لربي سبحانه وتعالى نلقو منس ذاش من سينين أسيني إني لكم رسول أمين سبحان الله إني لكم رسول أمين تشجع عرض إذ كيت سيد ربي يوثى الرسالة ذلمنا أو تيت سيوضا ذلمنا إذ كيت ديامنا وشجع في دغال قومينس وخران فين ذا الرسول إذ شجع أدى الأمانة ونصح الأمة الواجب نسن خدمت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتمثل أفضل الخلق إذ يخلق سيد ربي سبحانه وتعالى غرفا إذا في اللمن أقبل البعثين السا سمنس الصادق الأمين في هدسة وذف في اللمن سبحان الله سنة الصفة كما يسعدتي عبد حشو أنك حمي يا ربي ونبي ذي تسلك الصفة تي ذنسة ويهدر الرب حشا تي ذنسة وريسك دي بغا في يوم أين دي النمض الصح أين زن دي بويد الصح وذي لمين وريد سخانة ريون إذن ذي كان في السماء الصادق الأمين ولاش ونقهدر دي ذنسة ولاش ذا اللمان أكثر من في محمد صلى الله عليه وسلم أقبل الإسلام أقبل البعثات كيف مثلا فرم فما بالك من بعد القسم الذي إذا شو بعث إذا زاد الصيد قارورس وزاد الأمانة قارورس أي مثلا خذت كان أسمك لي متعود من الكعبة في تقول إن جرب تعود نسي بني فلنت أي مثلا لما قلنا أروزوني من مقارن الحجر الأسود ذي نسعى الأزاي غير قريش غسل نقبل الإسلام وقبل البعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسعى غزي الذانة سنغن في الناس وليس رسل الحجر الأسود غف الحيث قيمنا ضعيبنا خمس أيام ذو اثنين الله درقو ورسل يولو إزبالة في قرب بشدة في سرس قرب في كار الحرب ورسل ولكن يكرد ينقص أمية ابن المغيرة المخزومي إنيس يعود في الرأي ماذا قلت يتبع ننس نقبل الرأي الأدفكار إنيس يزورونا يديك شمدي في بوردين ننس نفك الرأي نسد أدرين في مسادة كتيفرون سبحان الخالق الواحد الأحد أني وان يديك شمدي في بوردين ينمس فهاما قبيل إكشمد في محمد صلى الله عليه وسلم ننس هذا الصادق الأمين ننس الفرح إبن وقيم يديك شمد من الفرحيس الرجل قد كان قريب لكن يوم يسحكي لك انت بسبب ديك مثل يقول يولو حلوق القرآن يجهد سرسل الحجر اسم لنا سلم وحلوقنا
ان كل يوث القبيله نغي كل يوث الحرم ذي قريش ثلاثه الجبده في نقنيه ما تدوث الجهام ومعاون تغف فريد ارمي بقدر وكان من الحجر اسود ديك ريال سكنيه اجبديت سيف السني سيك شرف سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يدريت غير وكانيس يبلاصي فينا ودفعت مساكنين مسلمه ورسعت باش البراني جالسين اية مثل اية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اسمين اللي هاجر ذي مكة غير المدينة إدام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وثبعنت يعذون ربي من قريش المشركون ما تفنديد حشتي من غير ثلاث نغم وفكان مياه الرومان ينافد يتفند الحين أو ينافد يتفند المقث أكل في غطة وديد ولكن السعودة في 900 الرومان كان يهبثل ونساء ربي ذس ونساء أني وسي جبل والمولى ربي ذس أني وسي جبل كيف مثل فبعت يا ذو ربي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهجة جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذي وري ذسل الهجرة يجاء يخلفي ذي غاب فيه يتصل بكم كان نينس لكن أنا لي لكن ذكر نيني يروح قصدا باش يدفن الموقف بلي غادا تنغن أشي نينك جاء علي بن أبي طالب مثلا يجاء أي خطر باش السنية لا مالاتي نسيا ذو ربي غسك اني نصنع ذي نذا في الغن ولكن الأمانة من ذي الأمانة وين يهدي في كان كرامي لقد استرد وين يهدي غور كرامي لقد استرد وين يهدي جان كرامي غور كي لقد استقص أجل كتين في كان تجد هي أمانة لا رسول صلى الله عليه وسلم يقر لا دين لمن لا أمانة له وين نسعى على الأمانة ونسعى على الدين لا دين لمن لا أمانة له ونسعى على الأمانة ويسعى على الدين كدير الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب يم كل يوم يريس لمن ليس على خطر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ذي العبد يسعى لمن تجنك في خرية صنغة الغوص في غرف سجن دي وخطني أي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يخزر أنا غرف ثلاثة وثنين يسعى كنين يسعى الغوص ويخزرنا غرف من غوث نغي سنادي نكنا ذات نغن ولكن جمانا في جمانا اسمي سنان الصحابة رضي الله عليهم جمال يا رسول الله ينس نثني أتبع المطف دينا ذات نغن شتيني في الرقص لي نجال غورك ينس ماشي كيف كيف ينس تجيب لا أنا إلا قستي العدي فبيس ذي نسي من أغضو ذي نغن المشرك نغاك اللي يبغي لي لمانا لمانا يقرد غندق دقيقة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إيو إذا يتحارب من غفية منات يقرد يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون كما يبثل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذنسان إذ السيد من الصدق أخذ الأمان كما يبثل العهد ما تفض العهد ما تنسفهم ديون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ما تفضل عهد ديون تنسفهم دي لسا ذي نسيم أو ماشي ذي نسيم وإلا قاعد تخرب وإلا قاعد تشكر القوي وإلا قاعد تخضع وإلا قاعد تستويض لما ننسيك يجاورك وإلا قاعد تنكرم وينك دي كديفك أما نسيم أما ماشي نسيم لا منام لا منام وسقرار ما ذاك الذي وذاي زعما هذا تقرض وتسعد راه كيف كان الإسلام القانوني سعد تقرض أكي عقبر بفلاس وتسقر بني ما يهودي وتسقر بني ما نصراني وتسقر بني ما مجوسي وتسقر بني أكني يبغيون يليون كشي نسيرة يليك أتسعد نسيرة من الإسلام نسيرة من سيدة ربي يغدينا أتسعد نسيرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمنا لمنا أكني يقول يلي وين أكني إما تأدي ذا الأمانينس أي كان يتمثل خزاد كان اليهود أين ما غير تسخل من الأمانة ذي تسخل من العهود ذي اليهود ذي هذا هنا ربي ذي حكود أي مثلا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب
زوجنا الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين في الندى ذي الوقت نيمة مصيف لكخا من باب راسي في الله أقبل أدى شمغة الإسلام أقبل سياغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدى حكوم أنكي قلامة وخا من سنة إقلا باباس عميسة اسم إسلام سنة في محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم ذي الزرام بلين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يدرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الكتب السلاوية يدردني حاجة أينك نيمي بحالك نيمي يا ذونا ربي يدردني ذي التوراة سصفتينس سسلوكينس كل شيء يدردني ذي مثل ولكن اليهود غم أينك نيمي يدردنا في محمد صلى الله عليه وسلم قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون فرن أين كمية صح إذ استدام سيد ربي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الكتب السنة ولكن نظر إلى ربي سيد ربي صلى يتجول بهني دي قرد أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وصلنا بالليم كربوين أدنين كربوين أدسين النغا كربوين أفر بلي يعلمي السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى زمرة صفر كلامة في دقيقة قد أخبأ معه سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد أحمد سبحان الله يدرد الإنجيل يدرد التوراة يدرد الكتب السماوية مرة ولكن اليهود جعل مشدة ذي العرب إيجاردي فجعل فضل ذكوذي من ولد إسحاق مشيدة ذي من ولد إسماعيل ذي ناغ ذي المدينة المنورة مثلا اسمين إسرائيل ذي الكتب السن بلين ذم كان أفن ذم كان نغ ذي توابع أريلين الرسول صلى الله عليه وسلم ذم كان يقل النخلة ذم كان الوصائف للمدينة المنورة مرة أن يثرب ذي الوقت نغ وقبل ذي يوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد روح المران روح الغابينة أي مثلا تهديد السكان يتعيش ديننا ذي يثرب ذي المدينة المنورة ذي العهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطر النورة صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم إذا أهل يثرب ذي الأوس الخزرج وتهديد ذي اليهود الناس ذي شو ناس قرن الناس ذي الكتب نا سيد ربنا أديس بشير ديني غادي يلين النفين أجيب الناس نقار ناس اسمها ديوه أكن كفح وكن قتل قتل عادي وإرم أكن قتل يذس حل من فوقكم أكس قام اليهود مثلا يقال سيد ربي سبحانه وتعالى قوليس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يجي في دقال اللعنة وفي ذلك في الكفار ويقل كرم في محمد صلى الله عليه وسلم اسمين اللي قدر في محمد صلى الله عليه وسلم زراني سوى بعثت ذي العرب ذي ولد إسماعيل مشي ذي ولد إسحاق أغفرني صدق فينا لهم تحكود أم المؤمنين صفية بنت حيي فند اسمين زراني في محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذي ناغ المدينة المدينة المنورة زران بليغ إلا نذينا جديد الذي كرد فباس حيي ابن الأخطب أكو ذي الماس أبو ياسر ابن الأخطب دوك لدي سنيس غالب في محمد صلى الله عليه وسلم أنه ثلاث زران دشوة الوصائف دي دان التوراة في نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسمي قدنا غير ورصر دينا خزر دكني تيقاي حالي يعني تأمل الحالة ينسى ذل هذوريس السلوكينس ذل وصائفينس وفن الصح ذل نفيم إذ وقيم دي دان دي طورات صلى الله عليه وسلم وغين سخان هاد حكومة أم المؤمنين صفية بنت حيي فند أسمني ديك شبه بس ذل وقتني نند غير وصلنا وقبيد أسيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم البخام الزيت ذي وقتني حكو ديني انتعاش دينا فنان إمي كشم فباس
حيي أكل إذ عميس أبو ياسر قيم الدباب بخان أكل دبوذ موسل تغير فقيف لسني حياة أذا السنة ذي لك لا تقدر أن يزل انتقد أبو ياسر على وماس حيي ينيس ومن ينيس أهو هو ينيس دواجي دواجي يفيد هذا الرقم ثم يبدل فيه الصح ينيس ومات الصح دواجي ينيس الوصائي فيه سدوا ينيس دواجي ثبتا وعلما باللي ذين الذي طورا تزرام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن الحقيقة للنبوة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينيس بلات الكا ومن نيس بويا وسلم ولكن ينتقد غرص أبو ياسر إليسهم أم كذا بيس أم كذا خضب إنيس حيي ابن أخطب إنيس زر إنيس شكل ذا ذاو مدى من يغض الحي أي الغوكة بدي دوليز وغير ذا سبحان الخالق سبحان الله إنك سيد ربي إنك الطورة نيغي يهدر لك في نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين أنه كان يضرب اللي غادي يصبح السيئين وين ده غادي يقرأ أدي وذي جهنم غادي يتشاع تسال أي يثبتن أي تشؤاد بلغين في صراجون يوم القيامة إنك ريث إنك الطورة إنك النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرسل تجد الأمانة إنكر الأمانة إذن وكان ذي الخائن أكامية مثل ويوين الغاشية أي مثل يدس ثبعت وخان لما نعم في انتخان أغفر نسم في محمد صلى الله عليه وسلم إذ يهود مرك يخذ من حشان قال يا رحم سيد ربين وقال لكنا إديك شمن غير الإسلام أي مثل أم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وقيم الصحابي الجليل إجام اليهود كفرا إكشمد غرم في محمد صلى الله عليه وسلم وقيم ذا حبيب ربي ذا حبيب في محمد صلى الله عليه وسلم لن يهود إكشمد غرم إسلام يتمثل ولكن قد يقيم مثل عن حيي بن أخطب أفغ لنا غربين العيم أمد الدنيا فمد يخف اليهود سخان اليمانات الطفل عهد أسند روح الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة الهجر الرضينا يخبب العهد ذي اليهود العهد ذي اليمنى إنيس وليد تصوره وكل تصوره وتتعدي مالا في اليوم وتسعوه المالا مع أهباه في اليوم ويتصغي ماي مالا ويتخدم ماتي خزابيين إنيس كله ذي الجهيلو ذي الجهيلو ذي اليمنى والكيد الجهيلو واليمنى أفيد فان مسفهام ولكن أهدر خان لمنا نغلا خان لمنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولا تروي جنيما الدم احترم لمنا واحترم لمنا بنو قينقاع بس ويسين خمن الجريمة يونسين اهجم فلسنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسوف غيثن بل النظير خذ الناس الخزبيت بشدة غن سيد ربي يعصميك الناس والله يعصمك من الناس يعصميك يسوف غيثن بل قريضا ما يتمثل دك سبوة سويس خمسة عاون ذي غزوة الأحزاب عاون نعذو من الإسلام واسمي فوك غزوة الخندق يفق فلسنا الرسول صلى الله عليه وسلم اقر غيثن إذن تمسك من اليهود دي المدينة فوك ذا شو يدي بينا الشتاقين ذي الخيانة للعهد ذي اليهود ابن النهيك خان العهد وخان لمنا كم يتمثل وقال هذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه التابعي الكريم يروح غرض مرثن الشام أي المثل ولكن يمي قبض غرضنا ديوث الحاجة كذلك ثمش تطوح في المناسبة ثمش تطوح في حواجة أكلون قلم بشري كذب أكن يكتب ذا شو يبغى غادي يكتب يفكي سيدو أمس أكاديون يفكي سيدي ون إني سيد تفرد كتبا كان كتير لا يفكي سيدي يكتب ولكن عبد الله بن المبارك يتشو يمكفوك كني يرث الجيبيس ولكن كي يخدم وذي دي مكتلا
أسميت فوق الشغيل سندي في مورث مشان أروح غالجيها إميقان مرو ذي في مورث الفارس ولكن نسمي كبوض غالف مورث الفرس ذي نامي إكف كما فوسيسي دم دكاريون يوفا إذ وين نامي كيس ديفكا كنيو وكازني ذي في مورث مشان أم كاريا ويما هاتي بوابد الأجل إنسان بيروح ديما كاريون تاكم تار لخافيس إذ الطيابة لخافيس إذ كيس ديدا يكتب وستيالا نام إذ لا نام أم كان يخبر والكزاكين فيك هي يدي لها باش يوسنا يومين ذو السان والسيفن يدي لها باش باش يعني باش يعني وضد الثمور ذاك ننفرس مثل ان كان يغاي ولكن عبد الله بن المبارك يغاي غير ثمور الشام يرنا كاريوني بافيس إني شو كان هذا المثال بوفريد هذا المثال في الدوغة ذا العلماء نغويني يزيد يفكان وتمتد غرس يمنا خلاص إفكيتي إفكيتي هذا السر أي مثلا الخطر يلا وين إجزغن ويس إزدخي أين مقرن لبنا ويزدر لنا بخان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كما يبدل أي مثل يروح يون غوينا ينسي ضرر 200,000 درهم ولكن إف كيسي 200,000 درهم والكثير مرة في الكعب وسبدنا الشهور ينسي لربهم الشاهد ومنك ينسي فيها بدك لا نكتب ولكن إف مثلا الجزائر أسمعني بكوذ الوعد بشهد السيارة لما نني مزدي في كاكنيا روح غوص ينسي الدرب لما نني بفكير 200,000 درهم إلى قيتني الدرب إنيس دشون في ذهب درهم تفكر لي ديك 200,000 درهم إنيس لا مرة يتفكر إنيس إلا كان الكعبة تكتبه إلا كان الشوه اللي قلال أم شيء كامل يدك باش نفنا كان 200,000 درهم إنيس الشوه دوياك إنيس ولكن إلا ربي الشاهد إنيس شو ملاك وسف دغارة كان الشاهد لذا مخيف سيد ربي والكتيب غارة في الكعبة إنيس أخطر أمناك إنيس ذي اللي فكتني تفكر إنيس ولي يتفكر دارة مهيا غاس جديا غريب إن كريت هيك مثلا ويستعرف أن تشي ما ليش بالذات باللي أنا كريت ويستعرف باللي وينك نستدي في كلك الذباب من الصح الذباب من الصدق والذباب اللي منا ولكن ده تسامي في الكرم أجلس نيمج دي في ذي روح أن كاري خدم يجاني مسيس يصير ربي أيه مثلا أنت في فوق مسال ويجي ما دنيني ما كان هذا في دي سيدي من كل يوم إدي بوين طيابة غريوني لقد السيال كان بوين يطفل العهد ديون إلى قد أثي قدر كان بوين إمد جنة بنا إلى قد السيال بذبيس ويتخل على سيد ربي ويتخل على الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد خلق عزيزا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله يرنا ما كان كرامة الأشهر من بعد ثغلت في الناس يوثي خسارة ذا شحال يصير روح ناس 500,000 درهم النفس مليون درهم ماشي كان إذ 200,000 نيمي ديار لك نيمي كريثن ولكن 500,000 درهم الخسارة تنقرات في الناس فكانت الزوجين يسغى بركز أكيد في نيسي هالكاز الخسارة يجي وزرع على سياق ديكا مخلف أين كنا مثل الكارباكني والجزنية 200,000 درهم نسيت الكارباكني إني سو مثل الدرب اقفل مزور نسي إني سو مثل الدرب إني سو أرسل ريغ أرسل سالة إني سو تعدين تخلي يهضر وذني سدرنا وذن عدان الثمسال ورسوك على المعنى ما يتمثل يرنا كرام المشهور نظام عند تفضل مسألة بابيس وقيم ذي العصرة ذي العصرة ماشي لوين ننزيك ولكن ذي العصرة ينتعيش يخدم أي مثل الأكسيدام والجزاقين 43 موثم أغف بريد إذ قم كان لا إله إلا الله محمد رسول الله ثنيس زوجي نس ثنيس يرقز ذا شيء دنيا ثنيس تمسك الكفر لكيدك إذا عيك ولي تظلم
حشوين يصغر من ميت عام في الدار وثمسات يشبال دليم. سبحان الله. إذن أني ذا أتصرق أتصرق قبغة موسى أفسه أكل بويني خضعا أكل بويني يكرم أكل بويني ينكر الرمانة حشا خلصات خلصت سيقر الناس يبعد سيد ربي مريد السلام لا تأخذه سنة ولا نوم أحصاه الله ونسوه ولجان أرثي صطف ندام غشت شدي سوني غشي مسام أريد السلام من كل مرض ضعيمنا أجيس الساعة الخياص يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. الله ملك ما تضقع اليمنى أرجو الساعة كما يتمثل يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة تضقع اليمنى تضقع اليمنى أرجو الساعة كل يوم أديو الرقمي غير يخلص أن يضغط من يجعل الإنسان أدي فغيس لما داخل المنقر يخدم داخل الخباع يخدم داخل الخزبي يخدم مستحيل خطر إلا يوم سيد خالق الخلق القاعد القاعد ينسى العباد العباد ينسى يوردي كالنيس إذن تيت صرايم ديس وسيد ربي ذا حقه سبحان الله كيف مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أعضاه يتمثل يقيمة كامل ذي المدينة المنورة ويخدمت الدورات الكيف باش هذه صلاة هذه صلاة ما ذيك لان العباد وخير الله ما ذيك لان سعيش نبيان مو يسعر مو لشو بسعر قيضا مو لشو تقلقا مو لشو يسعر وينسان المشاكل ما ذيك لان إلا كان العبد يميت الشوفة كان العقل يغفيان دوني نغادي صلاة بليم ويش يخوف سبحان الله عمر بن الخطاب عمر الفاروق ولكن يمد يقول لك كما مثلا اليوم ممكن ولكن يعني يستعفهم ريوت الكواد يستعفهم سبحان الله سيام السلطة دخي أبخامني لشو ملك سيام السلطة ثم طوثة أو ذي ليس ثم طوثني تزنو زي فيهم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من يسمي لك يخدمنا التجارة ويكنا أخطر ثالما من يوفكيهم وهني ثالما يغشيهم وزنزو ثالما الكتب وخدع ثالما ينش ورنو ثالما يوفكيهم فنيس يمسنين إليس فنيس يدم فنيس أدوين سمان يوفكيهم كنا ذي زادة لهذا بشادة المحنة أكثر فنيس إمام وسنة النارة فنيس زرد شومي دينام عمر الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه إنس الدقارة وأنه ثلاثة مان أمكسة مطحمينيهم ثنيسة موليسة مان ثنيسة عمر يتصل لهم الدارة ديزار ثنيسة لما إمام ثنيسة ملك اللي يتصل عمر ولكن ربنا عمر يتصل لهم أغدي سمحسيس أي زرية غيبة سبحان الله عمر بن الخطاب أفهم الصغيسة يجد يسد الدقاكات قشيشتنين أمكي بخبر عمر بن الخطاب يروح حدا غير الزوج ينسى كذوان عويسى يسقسوا ثيين وخمنين انت ثم طفنين انت ثيين لسنين ينس ايون دوان عويس عاصم ينس تقششتنا إيجار الزوجة اكتدى تنتهينا من الزواجك اي خطر سوات سيد ربي فحمي سيد ربي وتخلر الامانة الناس تجينا غير المكتوبين الناس هذا بخ ما كان كياجر سبحان الله أكيد ذا لاسا كم يذميز ولكن يثبت المقيف رعاية الأمانة تسوى ذا ربي وتسخنا الأمانة فقال سيد ربي سبحانه وتعالى ما كنت يقرأ رسول صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك الناس أعبد سيد ربي ما كانت تسوية ماذا قلت تسوية رانا عقيد سيد شوية كي التالي فخدم فقششتين ويقول يا سيدي ميس عاصم أيث مثل
دي سيني سيني بوك سيرا بيني جوا جنسن وسعان ديوث التقشيش النظام اسمها نس ليلى وليلى هي أنا ما من الجامعية مثلا أبا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كيف مثلا اسمها نس الخليفة ويس خمسة على خطر الوجه اللي يشبع اللي جديس عمر بن الخطاب رضي الله عنه خزر لما نام لما لو تيس قدرا أخزر ذا شو بيتسك تجرى العين وتتسكد تسمر العين كيف مثلا الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة أي كام هي مثلا أي مثلا ثم جوال ثم جوال أما إما أين رأس يروح أي عبد ذي الجنس اليمنى أذي تخان يمنى أذي شكي ديو أذي كام أذي جعلت سيحة شو مدحرش إني كذي السيرو ذي هاي حشمة قلام فوكني كذي سعى اليمان حشمة قلت سموهين سنين ذي ثدى ذنفلاني لا يون ذباب لمان أتسمى قاين ذا وحيد مسكين ذو إنا كان ذباب لمان أي مثلا خطر وإنا ويبغالا أذي وخا أفضل إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي عزيز قال قويس فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه سبحان الله وانك الممانن اذا قد يرى لمانيس يا قد حرب في يمانيس يجيك يمانا يلقى السحاب رب يجيك ديفارنا يلقى السحاب رب اغلب ديال قرات الكرب اي خطر ماذا قلنا في الكرب؟ أقيت في القرب هي الصفة من الصفة البعيدة عن جرب جنوني من المنافقين والمنافقين اللي ذا نرى روحا النفن غايز زوال سيدة رب جهنم المنافق قد رسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا اؤتمن خان ما يهضر ده يسكد ماذا قلنا يوعد ذي خايف ولكن ماذا قلنا ثم لطة أكي خان الله أكبر السيناريون أبي حذر لكم سليف فرد رقميك رح نشوف غير غير مذن ينضي فضنا أتمنى الذكرى انتسامة في السفر يوغان ذي العصر اللي تعيش نقنيما ذي العصر نار السفر الفضنا إذا قصر وغير تحر شيم سبحان الخالق أبي ظليوني فضنايك أتي الشوف غير غير نظام ندس أرسلين دي سوى سن والمنافقة أي مثلا يسعن خطر ولي يسعن السفر يعطى برد المنافقة والمنافقة لم يسن خطم ربهم ابن اثنين اجز ولي غير جهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من الله سبحان الله الدرك الأسفل من الله ولن تجد له نصير سبحان الله حشنا بقنا وغاين دلو بريد ربهم ماذا قلنا ندمهم سلو الناس سيدة ربهم إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أدوين الناس قوية ونسل خطا سيدة ربي زرام الإخلاص القوية زرام ويا ونسل بليد سلو ويا ونسل دخيل ماشي قال لنسنا لنسكي ديد أدي سلو ينسى ديكفل وخاصة دي العصر ينسى وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله أكبر أكيد ماذا؟ إذن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذن أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك وإن كديف كان لمن الرأس لمنيس إذن غير كذا تخانه وإن كي خانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله ودي مرة خزرت كلمة مثلا ودي مرة وتسخن ترامة وإذا كل يوم منهم دين النغينيك ما يخليك يوم وتسخن دركش أنت عارف وظهر وينك يوم اللي تخان ما يخليك يوم سنة كنا ولا غص تخان ده ولا بخان كشيني أكي حسب ربا في الخيانة إليك لكن أنا يحسب ربا في الأمانة إذا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وتسخلل منك خانك
سبحان الله رجع يا ربي لي مؤمن إليه فهم أبو إمام الصحابي من قرن أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه يفهم أسمعنا يوث القبيلة اليهود إمام قرن بنو قريظة خان لمانا خان العهد الرسول صلى الله عليه وسلم والدنزد اللي خسرني سيدي عذوني سيدي اما دي قريش اما سيدي قال غزوة الاحزاب ضد اليهود اذا استخدم بينس جعل باش اذقر لك الاسلام كامل اذقر الانسي من اسخر الكلام اللي في محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بس يجمع لسيدي ربي ويجمع لسيدي الدين سيدي ربي هذا في قرآن انيوا حشر وين دون في قرآن دين سيدي ربي سيدي ربي هذا في قرآن أسميني ثفر الغزوة اليوم السلامة الرسول صلى الله عليه وسلم يهجم غف بنو قريظة إنيس أثن السفر وقضرنا خان سيد ربي خان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خان لمانا أمي قد غادينا إيش جعسن أبو لبابة رضي الله عنه هو قديم يسعى على قيد سن ذي الجاهلية يسعى على قدر اليهود ذي حبيب الإسلام ذي حبيب الإسلام ذي الخبيل الإنسان ولكن اسمي شجاع الرسول صلى الله عليه وسلم غير وصلني ان قد السيد السنة لليهود الناس ده شو ما لغي يخدم من فيهم ما يعني ده شو الموقف في الطفع ورنا الناس ابو لبابة يوهيش ده وهي غير بذن الناس معناها يكون يفاك يكون يساعد دي مرة يونيت وتشجع يوندور الوثي الدزران يونيت الدزران حشر بهم عزيز سبحانه وتعالى وزرق اليهود يمين جهدركني ولكن الإنسان بيسيب ذي المؤمن أهتر محد أذي الشريون وبلجيون محد سنتك الدوني والإنسان كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني إذا خطر ذا حبيبيس إنسرز دوبيك ولكن يغيد قبينا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي رسول الله خالق سيد ربي خالق كتشين خالق رمنا الناس أثوين سنغ يهودين ويفيرنا الناس قبيا ويروح عند المسجد الناس الصحابين الناس اللي يفقلوا غير تعصص للمسجد إما لقضاء الحاجة باش يفكر بأن لقضاء الحاجة نغدر حد الظلم بقد يغيب وسط على السنغ غادي يقلي مانيس الناس وهذا عقب ربي مانيو الناس ويدي في سالة النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما تذكر قيمة غير مموثة تعدين السحابة وتسمع قيدرة من بمق وتسمع قيدرة خطر الخائن سبحان الله ولكن يثبتن أركز لنا رمض في مليس إن صراحة من جفة ذي تعاقب الدنيا وذي تعاقب أدروا إذا قم العيقة من أغلى خط إساعد دمش حلب والسانك سعد ذي الحالين يتسلوا أبو لبابا يندم يساعد ذكره والسنة ماشي بالسنة العين يساعد دخل يخدم الحبس الإيماني أكن يوم في ساعة قبل سيد ربي سبحانه وتعالى تساعد بين الصحابة أذي تسفن يقني من يسرى في جديد يوم يبقى والسنة يوم يبقى قوضان سيد ربي ينزل من وحي الرسول صلى الله عليه وسلم إهز ديافا سيد ربي ذي سبع سنوات إنيش وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنيش يعترف سيدن بنس يستعرف بالذي يغلط يندمس قول إسفان ويخدم أين إلهان أغلط يغلط ولكن يخدم ذبين إلهان إنيش سيد ربي ماذا سيعفو سبحان الله وسيد ربي الخلق سبحانه وتعالى يعفي يسن يعفي يسن وصحابي اليوم أيضا مثلا إذن الخيانة من الأمانة ثعار أذيلي ولك السحبار ذخي الفرنينس مثفغ الغفران أتشعر إنك لقدركني أتشفر بهاي بذة ثويين أذيلي العبد يسعن الفرنان شخصيا كمانيس أهذ أذكي من ولش العبد إيجاد يشفر إنك نغدف إقلالك الغفويس أذر حذك الدينين أتشعر بتشفر بهاي بذة ثويين ما تشوفوا الفضل جيون غير فران ما تنظر الفضل جيون ايون يعب حسبت الشفاطة دابا كنت الشفاطة الجورنال من كل ايون الدين من ويب النظام خشينا متفضل ام كافي اريد الفضل الغريب
أي كان يدمن، ولكن عندما سرس عندما سرس ليزي أسكت سفر بخطط غرد المنافق السفر بيفرنا ثغرد المنافق إلى قد سروا بسيد ربيع إلى قد سندمر إلى قد غير أخلاق. ولكن قلت شغير الويدر النيغي سعادة كنيغي جاء أرلان السفر الفرنة الخيال الأمنة الشتارة وغير جاء عندي قفازة ونستقنين. ولكن وين السفر الفرنة قلت شغير بينك ندي قارك وتسد ميارا وتحسب رغي إيمانيسي وإنه ويسدر كان ويسعر بوي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كده قال وخلق معجوز إن الدوكين ينفع وإذا يسعانوي. ولكن في مثال يدخل اليمن يدخل سيد ربي يدخل في محمد صلى الله عليه وسلم يدخل اليمن ويجينا وسعينا لبوي يمدينا إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب يوني سعاوي معناه لا وإذا كن سعاوي لبوي. ولكن وين سعى لبوي أنا ولا استهدفك يقرر يضيف سيد ربي هذا استهدفكم أيض مثلا يون العالم العلماء السلف شفك ربي الرحمن قمس أبو عقيل رحمه الله يون واسم سنة ربي بستان الحجة إذ ذينا بخم سيد ربي سبحانه وتعالى يفد ذيقا ينوف زي من الدهب تقيس الدهب تخبر السخيبة والخيبة اللي يغنى الجوث المادة اللاماتية غليث ذين ويقبل يا ريعاني ذين بلك أينك نقو فاكني ذين أهذي كون دراع مرس مرة ذا معجي سبحان الله. ولكن زمانا يتنادي موثيا في زمكين هاي السقساي ملو مثل روحي حاجة هاي السقساي نيوان يمي قروح كرا يسعان يسعان السومة ثم قرحات مبادا من يقود الغبار ينسى إلا يون ومغار مقار مليح مليح ينسى يتنادي أفيون وفي زمن الدهب يروحاس وينو ذا فلاس أرمي مثل يفعل إنيس ذكرني كروحين إنيس نعم إنيس يون العين قد أن الدهب إنيس روحيا إنيس دشون الصيفة إنيس ويفكيز دون وصائف يسعى إنيس يم هثنا الورك وفيف وتسند يغفلك أشحال يجي ذي الحيج أسند يغفلك الدباغ أسند يغفلك إن دارك يدفع هثنا الورك سبحان الله القزمين يفوك الحيجة مثل أبو عقيل يروح البيت المقدس ذي بيت المقدس أيد مثل يوغي غالف مرثن الشام اسمه ذي مرثن الشام غاليون اليون كان اليون المسجد ذي حلب يحبس دينام يطفيه الوقفة ويسعى ذا شريش يفوكس كلش يعز كلش يطفيه يعني اليون الوقفة يتشوح بوش بيه يمسى دينا بخي المسجد ذي حلب اسمه من ذي كار صباح الناس والبعنية إلا قد أغزاره يفجل الظلمة سن يفجل من بعد سنين إظهارهم بالليم ذي العالم الجليل والجزائين الناس يغلد لنيم أغزاره ذيهم أغزار بالشطح الوقت يكشاب اتظارهم على خطر الإنس جد إن داقين الشيخ الجماعي ناس يموت يتوفى الناس أخرى مقيم إلا قد أغزاره ويقيم أي مثلا أبو عقيل أسن يتصلى بالنادي المسجد دي حالة من بعد إيسا عدان وقت والسان 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 عدان إذا نسيت صلى يسن يخدم الوجب يستخدم المسجد من بعد إن نسى من فغانا الدنين يونسي إن يستشو إن نسى إمين خشين خلق وحدك وحدك ثلاث سقارويك الشيخة كان يموث لك ذلك إيزا سيقر كان دينا على المسجد ويجاد يوثيليس يوثيليس كان يكسعان إيام أدنيني أتعدد أتعدد اسم الشيخة ديما أتغالد الزوجة إليك
وتقيم داك داخل المسجد هذا خدمه كإمام. إني أجي نتلو ساعة هذا شاس في كادر مها وساعة غير غير تسمى قيم بحياة وكذا لأن شو تخمي مالك وين وين كما رضاك إني أسعى على بركة الله. أي مثلا يغال يجوج بإسم الشيخ المدركة ويزدر تسعة الخام يزدر بنا وسعى الدين والسال ونسال الإمام بالمسجد لنا يونوز يونوز وسنة ربيع أرمي قوانا يوث بيس الدهب غرفوس نسو جميلس إيوية تبري يا عائد إني سبحان الله إني سنت القوير ثبيس الدهب مين شعر قف زين الدهب إني سنت القوير ثنيسينو إني سنكي كمين إني سنفزين إني سنكي ويا ولا أفجا زرف 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 أفزي مكين دهب إيوية يحكي يستنقصد أمشي إثيو فنان بخمر بدي الحج ويريسي يوم غار نعمة إميقر حكم يحكي استخصي ترميد فوق ثنيس سبحان الله ثنيس أمغار جميع مدارة تفزي من دهبا جميع ليس الذاذا نوقيت الشيخ الجماعة جميع مذنى كذا ثنيس أم كل ذري فريصان أليا أليا ذري فسنيس أصيد ربين أصيدين أصيد ربين زوج يلي يجيم الديون والغاز يتشافين والنقي ديال الأكمام أفزي من الدهب ذي الحيج إني صاربين رزقاز الزوج إلي أم إنك نقي ديال الأفزي من أفزي من نظام يسنين الدهب ذي الحيج وإذن يسو سيد ربين خزاكا سيد ربين يسيكش صروحة ذي القرن دوني ذا القرن دوني أثني السملاء ربين الدعوة سيد ربين دعوانا إقدعان ذاذا إقليتي الأخلاق خزر ذي مثلا الأمانة نروان ذات سواء حاجة وين العيام إكسب عن حاجة الخير إكسب عن حاجة الأمان إكسب عن حاجة الخوف ربيع إكسب عن حاجة الحلال العدد يتبع أذن سيد ربيع أذن سيد رزاق أذن سيد الفاق الحرام والشف وغرام إيش شوية يسقر حطاس إيش شوية يسخسر حطاس يصرنا شوية ويصوى الغر جهننا أنجر بيجيبه منين يتمثل إذن فقين ينظر الأمانة وسجميرنا لنا دولار وسجميرنا لنا وسجميرنا لنا القواعين وسجميرنا لنا إهلوان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال سيد ربي يمر إهلوان القواعين أبو دي دولار بشدة الفذن الأمانة فأبينا أن يحملناها ننسوس نجبير لنا ذات سنفذ ذلمنا الدين إن الله لقرأت الخلاق سبحانه وتعالى وذلمنا من الله لقرأت العبادة المكشنين إذن سعش الدنيا أنشتاكي مرة والزمير لنا إنوان استبار لنا القواعين والزمير لنا دولار يقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنيش ولكن سويد يقول خلق سيدنا آدم عليه السلام يقبل الناس زاد ذا العبد الذل لما يجي الشيم الخطر قال إنه كان ظلوما جهولا يظلم إيمانيس يفذي المجبرة وجهول إنه كان ظلوما جهولا ويجهل ويزرر أزال سعان لما نام يظلم إيمانيس ويجهل ويزرر ذشو القدر يتسعى لما أي مثلا خزرت كان في دقاء ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إزوى المنافقين أقبل المشركين المشركين فانن أقبلنا وصدى على سيد ربي مسلم على سيد ربي خذ الناس شركي سيد ربي أمكرا وظن غالما نغت السين دشوت إنه ولكن المنافق يتفرن الكفر الطغيان الزغي قويش وتفكين الدلمان سفلا ويجان يقعد ذبذا جوالو أقبل المشركين يعذب الله المنافقين والمشركين والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هذا الجزء نفسي وين كيف كيف هذا عن سبب بالمنافقين بقرقز نفسي وين أقبل المشركين بقرقز نفسي وين يقرب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ماذا قال يقول عبد الغيدر ومن سيد ربيع يضع سيد ربيع يندب يسرق سيد ربيع ويسا أخلص دينه لله كل سيزر سيد ربيع وليس ماذا قال يندب الصحن غايا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وإنما سيد ربيع ماذا سيعفو ما يزيد غلطه سيتوب
وكان الله غفورا رحيما غجا ربي من المؤمنين حق الايمان غجا ربي بذلك يسن لي من سيد ربي بذلك قدر سيد ربي قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدر الامانه اي مثلا غجا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.